ما دام تحت نفقتك فأنت تخرج عنه صدقة الفطر صاعا، إذا هي فرض، وأيضا فرض مقدارها وهو صاع من تمر أو صاعا من شعير، أو ماذا تفيد هنا؟ أو ماذا تفيد؟ التخيير. أنت مخير بين التمر وبين الشعير، ولكن لما ذكر التمر والشعير؟ لما ذكر التمر والشعير؟ إيه؟ يعني قربت. لأن هذا في عرف زمانهم وقوتهم. لأن هذا هو كان طعامهم في ذاك الزمان. فبعض الناس في هذا الزمان، بل أكثر أهل هذا الزمان وخصوصا أهل المدينة، فقراء أهل المدينة، لو أتيته بالشعير لن يأكله، لن يأكله، بينما أولئك كان طعامهم الشعير، بل حتى التمر هناك من يأكل وهناك من لا يأكل التمر. ومن أراد أن يخرج التمر في زماننا فعليه أن يختار التمر الذي يرغبه الناس، لا يختار أقل أنواع التمر واليابس أو الصغير أو ما شابه، فحتى الفقير لا يأكله. وبالتالي عليك أن تتقي الله في خياراتك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.